السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ معكم نانسي من قناة يومياتي انا وعائلتي. النهاردة بقى نعمل لكم فيديو الجزء الثاني من العاب جنى. يلا يا جنى عرفيهم على رودي. رودي دي بنت خالو. احنا النهاردة هتيجي تلعب معاكم ومعايا. يلا بقى نتفرج على الالعاب بتاعت جنى دي. يعني السفرة، يلا قولي لهم يا جنى. السفرة دي جميلة جدا يا أصحابي، أنا اللي عاملاها لها برضو. وده التلفزيون. أيوة التلفزيون شكله حلو. ودي البتاعة بتاعته، مفرش بتاعه. دي مش بتتفتح يا أصحابي، دي الشاشة. دي زينة بس. يلا فرجيهم بقى. وده الكرسي بمكعبات. انا كنت عامله لهم كرسي بس ما قدرتش الصراحه اكمل، يعني الكراسي صعبه. هي سهله قوي، جيبي 3 مكعبات تيجي تركبي 2 مع بعض وواحده ورا كده. لا يا جنى مش كده. ايوه كده صح. ايوه صح. يلا فرجيهم بقى على المطبخ. التلاجة دي البتاعة الطاسة. بنقلي فيها حاجة. ده الفريزر. يلا يا روجي اعملي مع جنى. بتفتح كده. ده الفريزر انا برضو اللي عاملة لها التلاجة دي. وعاملة لي اكل. عاملة لي بصوا ايه يا صاحبي، سمك ولحمة. وريهم من تحت. بصوا عاملة كمان درج. وريهم التورتة. عندها تورتة مانجا. وريهم التورتة يا جنى. عندها كمان خوخ. في خوخ عشان على طول بقى. كنت فاكره رز. لا دي تورته. تورته؟ وانا كمان كنت. يلا هتشوفي الدرج اللي تحت. ايوه وريهم الدرج اللي تحت. ده برضو في اكل، في طماطم وتفاح وكل حاجه، بس بيبقى في منه صغير وفي منه كبير. ودي بتاعت عجاده تاكي كده، حطي بيت بقى. انا برضو اللي عاملها لها. وريها لهم كده يا جنى. تعملي كده وتعملي البيت. وريها لهم يا جنى. انا برضو اللي عاملها لها. بتترفع دي. وريني كده. دي بتاعت الكشاف. دي بتاعت الكشاف. رحت انا عامله لها هنا هو عصايه وهنا عصايه ومن فوق عصايه. ودي كنز. دي بتاعت كنز وقصتها اهي. وريه ايه يا جنى. وده فوم. ايوه ده فوم بينك. تحطيها يلا يا جنى. وريهم بقية اللعب. دي بقى ده حوض. ايوة الحوض عشان تغسل في المواعين. يعني بتعملي كده تفتحي. مية السخنة والمية البارد. تدوس هنا المية الساقعة. وده حوض. وريهم يا جنى من جوة. استني اوريهم انا. اهو. افتحها كده. بين فيها الاطباق. وفيها الحلل. وفيها بتاعت الكب كيك. طلعي لهم يا جنى الحاجات دي. كب كيك. طلع الاطباق. دي بتاعت الكب كيك. بص هطلع لكم كله. ودي بتاعت الاطباق. هي روجي على طول بتلعب معاها فعارفه الالعاب بتاعتها. ده طبق احمر. وده طبق شوكولاته. وده طبق للكبار. بعملت للزبادي يا اصحابي. تلات اطباق اهو. دول بتوع العلبة الدنن. اللي هي دنت. العلبة الدنت اهي. بس دي اللي هي بتبقى الحتة اللي تحت، فانا بقصها وباخد بس الحتة دي. بصوا كمان يا اصحابي عاملة ايه. دي صينية بتاعتهم اهي عشان يحطوا عليها الاطباق ويروحوا على السفرة. يلا يا جنى وريهم التانية. ايوه حطيها يلا على السفره كده. الكبار بيقعدوا هنا والصغيرين يقعدوا هنا. الناحيه التانية. وديا واجي بقى الترابيزه دي تتحط هنا. حسب الميكرويف. لا الناحيه التانية. ملي كده اهو. كده. تتحطي هنا. شكلها جميل. في حاجات تانية للمطبخ؟ وريهم بقى يا رودي كده الحاجات التانية للمطبخ. ده خلاط. مش بيتدرب. ده ليه غطا. وريهم كده الغطا. نعمل من فوم. من فوم. انا برضو اللي عاملاهولها. وبصوا ده ميكرويف.
وده هو الميكرويف. وده بتبقى مسكة افتحيه يا جنى. ده بتتمسك كده اهو. وده طبق عشان تحطي. انا عاملاه من علبه اللي هي معجون الاسنان او علبه مرهم عادي يعني اي حاجه. وغلفته باللزق اللي هو السيلفر. ودون اللي هو البتاع الشفاف. يلا فرجيهم يلا فرجيهم. في حاجه كمان يا اصحابي. ايه؟ المقشه. دي مقشة معمولة ده بتاع الأسنان. دي فرشة أسنان. وديا بتاعة الكفتة. سيخ الكفتة ده. بس احنا لونناه. اهو. اكنسي كده يا روزي. أيوة. بس بالراحة عشان ما تتقطعش. اهو. بصوا بقى أعرفكم دي. يلا يا قش. ده درج. ده درج محطوط فيه بقى المعالق. ده المعالق. المعالق درج المعالق. وطلع له معلقه. المعالق دي بقى انا عاملاها لها من البرشام. يعني هو البرشام صغير كده اهو. وانا رحت قصه بقى ايه الحته بتاعه اليد دي. اه بصوا بقى دي بتاعت الفك كده. ايه ده سكينه. انا حاسه ان بس سكينه. انا برضو اللي عاملاها لها من علبه العصير. وفي ولولتها لها بالاسود. يلا وريهم. يا جماعه وكمان في العرايس. ايوه العرايس اهي. يلا وريهم يا جنى. بتاعتي. دي بتاعتي ودي بتاعتها ودي بقى بنتهم. دي بقى كبشه. طلعي اي حاجه. يلا وريهم بقى المكرونه والحاجه بتاعتهم. دي جميله قوي. دي فيها مكرونه. طلعي لهم المكرونه. ده ايه؟ ازازه ميه. اختي كانت مش عارفه تعمل ازازه ميه عملتها كده. بقت عامله زي السكر. شايفين شبه بعض. دي ازازه سكر. بتتلخبط. فيها سكر من جوه. افتحها لهم. قريب السكر. بالراحه. مش كده من هنا. ايوه كده. بس اطلع عليك شويه سكر في ايدي. بس ده مش سكر حقيقي يا جماعه. ده خرز. ده خرز. خرز. وريهم يلا يا رودي العلب اللي جوه. وقعته كله على السفره. وريهم يا رودي العلب اللي جوه يلا. بتعملوا ايه؟ خلاص سيبيهم دلوقتي. وري العلب الاول. وده هنا دي فيها مكرونه. لا مش مكرونه ولا شعريه. دي مكرونه. وريهاني كده. وريها لاصحابك. دي شعرية ولا شعرية. مكرونة؟ دي مكرونة. دي مكرونة. دي شعرية. أيوة أيوة صح شعرية. دي شعرية. بجد يا أصحابي. أيوة دي بجد يا أصحابي. بس هي عاملة من المكرونة. كأنها شعرية يعني. أكيد ده مكرونة اسمها إيه؟ شعرية. مكرونة مقصوصة؟ اه. خلاص سيبيها دلوقتي. لو عاوزة تعملي شعرية تعالوا خدوا دول. وريهم يلا التانية يا رودي. دي برضو مكرونه اللي هي عجلات الشفاطه. ايه وهي كده يا عروسه شويه. وريهم يلا. طلعتكم شفاطه. اه دي مكرونه مقصوصه. انا قطعت الشفاطه. بقول لها هي المكرونه لونها بيضه مش اللون ده. ما في الوان بيكبر. ايوه في الوان. يلا. شكلها حلو يلا. حكى لي يلا. استني يا زينة احط الحاجة. بيقولوا لنا ايه رأيكم يا اصحابي في التعليقات على الالعاب اللي انا عاملاها لها. واكتر حاجة عجبتكم العرايس اكتبوا لنا تحت في الكومنت. والجزء الاول. اه اكتبوا لنا تحت في التعليقات. اتقفليه. يلا نيجي بقى لمرحلة الحمام. دي احلى مرحله انا بحبها جدا لان انا ابدعت في الحمام ده صراحه. يبقى كده يا عروسه شويه. يلا بقى يا رودي. اول حاجه ده الحوض. برضو زي الجنينه. دي شفاطه يا جماعه. دي شفاطه عاديه خالص اهي. دي شفاطه. واحنا بنعملها الحته دي كده. ودي ودي سخن احمر وميه ساقعه. وجوه هنا فيه تمام. وريهم بقى يا رودي. تتفتح ضلفة. هنا في كل انواع شامبو. وريهم طيب يا رودي. استنى اجيب بصوا كل انواع الشامبو. وريهم كده من جوه يا رودي. بصوا بصوا ده من جوه معمول من الشامبو.
عامله لها الكوع كمان بتاع الحوت ومظبطاه. وده لكل الالعاب الشامبو. هي بتيجي تلعب انواع الشامبو. تعالوا بقى وزورودي العبوا معايا. ده كل انواع الشامبو بتاعتين كده. يلا يا جماعه حافظوا على الحاجات. ايوه انت يا رودي بتحافظ على الحاجه وما بتكسرهاش. يلا وريهم بقيه الحاجه يا رودي. كده احنا خلصنا الحوت. وريهم بقى الحاجه الثانيه. وده وده اللي بتحطه في الغسيل. الجردل بتحطه في الغسيل اهو. ده اللبس بتاع العرايس اللي احنا هنغسله دلوقتي قدامكم. يلا هاتي الغساله. الغساله دي روعه يا اصحابي. دي بتلف. خلاص استني. وده حمام. يلا قعدي العروسه تتفتح. بيتفتح كمان اهو. يلا بصوا قعدت على الحمام ازاي. يلا نضرب السيفون. بتضرب بقى كده السيفون. ايوه يلا. ده معموله يا جماعه من الخرز. ايوه دون فوم. واللي تحت دي بتاعت الشامبو اللي هو كلير او اللي هو بتاع القشره ده. انا قطعت الحته دي اهي وعملتها كده. ودي برضو بتاع الشامبو بتاع البيبي. ودون اللي هو الخرز عادي اهي كده. يلا يا رودي وريهم بقى الغساله. دي بقى يا جماعه غساله. جيبيها قدام بس شويه. دي بقى بجد اللي انا ابدعت فيها صراحه. والهدوم دي ايه؟ هاتي الفستان وقع. يلا قومي هاتيه. بصوا الغساله من جوه عامله ازاي. اهي ده كنز يا جماعه. ايوه ده كنز. معموله من الكنز. ودي كرتونه. وده بتحطه في الاريال. دي أيوة. كرتونه. افتحي لهم يلا الدرج كده يا رودي. كرتونه ايه؟ السوبيا. السوبيا. هو الدرج اهو. حطه في الاريال. بتاع الاريال. وهو الاريال. تعالوا بقى يلا نغسل الهدوم بتاعت باربي. يلا بينا. ويا جماعه ده ايه؟ ده المسحوق بتاع باربي. بتاع باربي. ويا جماعه دي بتشتغل يا جماعه بجد. استنوا نجيب الحجيره ونرجع لكم. بصوا يا جماعه الحجيره اهي رجعت لكم عشان نجيب الحجيره. يلا يا جنى جربي لهم بقى. نجرب بقى كده الحجيره. جربي. انتوا نسيتوا تحطوا الفساتين. هتغسلوا ايه؟ استني يا جماعه نحط الفساتين. حطي فستان وانا احط. يلا اهي بصوا دون طبعا موتور ودون الزرار بتاعه. يا جماعه لازم تطبقه عشان ما تتقطعش منه. ودي الاسلاك بتاعت الماتور. اول لا ما ينفعش لازم تحط واحده. تحطي فيها الحجيره تشتغل. لا حطي الاثنين ادي اه. الغساله بتاعتنا 8 كيلو. يلا ونحط المسحوق. ايوه حطي المسحوق صح. وريهم بتحطي المسحوق ازاي. بصوا اهو تتفتح. ده معموله بكيس لبان اه علبه اللبان او بونبوني. يلا حطي بقى المسحوق. بالراحه طبعا يا جماعه ما فيهاش بجد كده كده اه. بصوا ما فيهاش. تعالي حطي الخطوه. حطي المسحوق التاني. افتحيه شويه. يلا دخلوا بقى الدرج. ايوه يلا حطي بقى. حطيتي الفستان حلو. اه يلا يا جنى. عايزه اشوف يا جنى. لفي يا جنى. يلا يا جنى. بيتك تهربي. انت مش عارفه تحطها. صوتك اللي من الاخبار. حطيتيها؟ لا لسه. اشتغلت؟ ايه رايكم يا اصحابي؟ بصي بتلف ازاي. اقعدي مكانك يا رودي عشان اوريها. يلا بصي دلوقتي هي بتغسل اهي. انا هفتحها لكم. بصي بتلف ازاي. وقفتيها ليه؟ بتغسل دلوقتي اهي كده. استوت. لا لف كمان. تقعدوا بقى تغسلوا. تعجبكم اللعبه دي؟ احلى حاجه انا بحبها صراحه يعني. تقعدوا كده ما اوريكش حاجه يا جنى. لفي عشان طبعا انتوا قاعدين في البيت عشان طبعا كورونا. اه قاعدين في البيت والله. نقعد نلعب مع بعض احسن كده. يلا استغلت. يلا يا جنى لفي. هي بتلف. يا
خلاص طيب يلا عشان نروح ننشرها زي القشطة. زي الفل. حتى طلعت مش المطبق. طب العرايس بتاعتنا لما يحبوا يستحموا يستحموا زي يا رودي؟ يستحموا بالبنيو. ايوه بصوا يا جماعه ده بنيو بفيش ديان بتاعت الصابون، وانا قطعت الحته اللي تحت ديان، يعني دي بتاعت الصابون اللي بيعمل كده ده، وانا قطعت البتاع اللي تحت، ودي شفاطه. بصوا ده خرز ديان. ايه يا رودي؟ دي يا جماعه استنى اجيبها لكم. دي ليفه اهي. ليفه ايوه ليفه. حطوا بصوا اهو. ايوه تلاقي فول العروسه كده اسمه الشاور. لا ديان ليفه. لا الحبايب اسمه صوتي. فوطه عشان تنشف فيها. فوطه بنشف بيها العروسه. قعدي كده يلا يا رودي حمي العروسه. سيب الفستان. قلعيها. لا بالفستان. بالفستان ولا اه بالفستان. يلا وريهم كده. اهو انا ماسكه لك اهو. يلا قعديها بقى. قاعد تحت كده. قاعد كده. اوعى اوعى اوعى. هي جنى عارفة. يلا اهو كده. ايوه بصي جميلة ازاي. تليف بقى. اه يلا حميها يا جنى. خلاص بقى قوميها. فين الفوطة؟ الفوطة اهي. حط بقى دي كده كده. حطي بقى الفوطه هنا يا جماعه. انتوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات بتحطوا الفوطه فين. يلا طب لو عايزين ياكلوا يا جنى هيعملوا ايه؟ بيروحوا على الترابيزه الجميله. يلا وسعي لهم بقى كده عشان يقعدوا على الترابيزه. وانت حضري لهم الاكل يا رودي. مش حضري الاكل. ممكن اعمل لهم عصير. ممكن. يلا يا جنى خدي دول. هاتي بصي يفرجوا اول. يتفرجوا لسه ما اتفرجوش. اتفرجوا مع التلفزيون كمان يا جماعه. بصوا هاتي هدوم ثانيه. يا هاتي هدوم ثانيه. خدي الثلاجه اهي امسكي. بصوا انت نسيتي تحطيهم صح. حطيهم في الجردل. دوام بتاع مزيل عرق. الغطا ده بتاع مزيل عرق، وانا ركبت له سلكه من فوق كده. وريهم كده يا رودي. وبتنزل وبتعمل كده عادي. محدش يجي جنب الكهرباء. بصوا اهي. ايوه وتروح بقى تنشر الغسيل. روح بقى انشر الغسيل. يلا يا روجي حضري لهم الاكل. وانا كمان. لا انتوا تتخانقوا. الميكروب فين؟ يلا جهزوا الاكل. انا وهي. انت اعملي لهم عصير يا روجي. يلا حاضر. هاتي هاتي فين هاتي فين هعمل لهم بيض. لا انا هعمل لهم تورته. عيد ميلاد. اعمل لهم تورته. يلا وانا بقى احضر الكب كيك. وانا احضر الاكل. ونعمل كب كيك كمان. انا هعمل الكب كيك. حطه في الايه في الفرن. انا هعمل التورته. يلا نبدا. ايه تعمل التورته؟ انا اشوف بقى الحاجه في الفريزر. مفيش بيت هنا. لا في كان في متهيألي. يلا يرحموا خلاص. دي التورته. دي التورته. يلا طيب حطي يا جنى. انا ممكن اعمل لهم غدا سمك. ايوه اعملي لهم سمك احلى. يقلي لهم السمك كريم. في الطاسه يا دي مش هي. لا اعمل لهم اكله ثانيه عشان وراهم التورته على طول. لا ما هو ياكلوا التورته الاول. سخني لهم طيب اي حاجه في المهم مكرونه بشاميل اي حاجه. انا هجيب لهم السمك. استنى السمك هنا اهو. السمك في الفليزر هو خالص. يا جماعه بسخن التورته دلوقتي. هي التورته ما بتسخنش يا جنى. ايه ده بجد؟ ايوه. تعملي لهم سمك. خدي بقى يا روحي حطي السمك هنا. حط التورته يا جماعه في الميكروويف. هاتي احط ايه؟ طبقه بتاعها سمك. وهعمل لهم كمان اكله. لهم عصير. عصير عنب. يلا يلا يا رودي. يلا جمعي السمك كله. ده في كذا سمكه. لا دي في سمكه كبيره جدا.
كبيرة كبيرة جدا. اوعي طيب لو شفتي قدرتي هتفرقي كبيرة. لا طب ورينا كده، ورينا طيب كده، ورينا طيب كده. سمكة هي السمكة عشان حق عشان ودي لحمة اهي، بقيت السمكة اهي. سمكة وقعت ثلاثة، سمكة اتنين اهي، دي كبيرة ودي لحمة دي. ده انا مش عامل لهم لحمة النهاردة، انا بقول لك هعمل لهم سمك. في حد ياكل سمك مع لحمة؟ ايوه. يبقى حطي بقى بقية اللحمة في الايه، أنا في الفلاز. انا هحط يا جماعة ثلاث سمكات عشان هما ثلاثة، لا فهحط السمكة دي. هما دلوقتي قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون عقبال ما ايه يعملوا لهم الاكل. بس البنت دي قاعده نايمه، ما اعرفش نايمه فين، الارض ليه؟ يلا عاديها، ما هي مش عايزه تقعد. قاعده هي، قعدناها اهو، هعمل لهم عصير. طب ما هي عايزه تعمل مع اخويا كمان، يعني اشمعنى هي؟ طلع بقى حاجه، دي طماطم يا جماعه نسينا نقولها. الطماطم مع على فكره مع السمك. ايوه سلطه. ايوه تعملوا سلطه، اعملها سلطه. خدي حبيبتي، هاتي الطماطم. طماطم طفطايه، طم 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 طايه. يلا بسرعه اعمل لهم الاكل بقى عشان هم جعانين. ليمون، ليمون. ايوه عشان السلطه، ليمون. خلاص كده، وانا هعمل لهم عصير. وهين ما فيش عصير؟ لا في عصير، ممكن نعمل عصير تفاح، عصير عنب. انت يا بنتي انت وهي، يلا عشان انا جعانه. حاضر يا بنتي. في ايس كريم عندك؟ اه عندي، هاتي ايس كريم. ماشي، عايزه ايس كريم بطعم ايه؟ طعم ايه؟ هاتي ايه طعم. طلع لها سمك، سمك سمك اهو ايس كريم لعبتك. وبعدين يا اصحابي اعمل فيهم ايه دول؟ اهو بصوا اهو العنب. خلصي بقى، انا بقولك خلصي. انا جعانه مش قادره، وانت انا جعانه برضه مش قادره. خلصي عشانك التورته. انت رخمه قوي. حط انا هحط لكم السمك. فين ربك انت؟ انا جيت لكم اهو، هتخلصوا ولا لا؟ مش عارف ازاي انت كمان سايبه شعرك يا بنت زين ولا انت بقى تقعدي تفنني لنا يا روزي. خلصي اعملي لنا الاكل، وانت رح اعملي لنا الاكل. ده تفاح، ده تفاح اهو. هعمل لهم بقى عصير. فين الخضار؟ الخضار ايه ده؟ ايوه يلا اعملي لهم العصير، تعملي لهم عصير تفاح. بس طبعا يا جماعه انا مش هحطها بجد، لا هعملها كده خالص. لا حطيها جوه، اتنيها حطيها جوه كده. ايوه كده حطيها بقى. لا هي حطيها كده اهو. ايوه بس كده، واقفل بقى كده الغطا عليها. يلا رودي بتعمل لهم عصير خلاص. يلا يا وجانا بتجهز التورته والسفره. يلا يا رودي اعملي لهم الكب كيك. مايكرويف اهو. انا بقى ميكرويف كده، قلت لهم الميكرويف بيبقى نايم كده. بس اعدلي على حسب التايمر كده اهو. تايمر بصوا هي دي ايه؟ دي طاسه بتعمل فيها البط كده. اه بصوا اهو، السمك هحط بقى كده السمك كده. الكب كيك؟ لا ما انا لسه عامل السمك. لا هي ما هي جنى، احنا بنعمل عيد ميلاد احنا، ما بلاش اكل. انا غدا نعمل لا اعملي اعملي كب كيك، كب كيك وعصير بس. هتشيل بقى السمك، السمك بعد الاكل بعد الحفله. ما هم كلوا، عايزين ياكلوا التورته. يا من هاتي 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 عروسه تاني بقى تزعق لنا. طب يلا طيب. ايوه دي بقى اول واحده. يلا طيب. الكب كيك بتعمل ازاي؟ يا بنتي حطي الكب كيك. بتعمل ازاي؟ احط فيه ايه؟ ايوه بصوا انا جالي فكره. انا هحطي بقى كده، انا هجيب بقى انا هجيب معلقه. طب انا اجيب معلقه. يلا يا جماعه انا بقيت الترابيزه. جهزي اكلك يلا. الكب كيك يا روجي، حطي الكب كيك دي. ايوه ما انا هجيب معلقه واعمل كده. ليه بقى؟ اه دي معلقه. واحد اتنين
ثلاثة انتوا ثلاثة. انا هعمل باربعة عشان احنا هما ثلاثة. واحد اتنين تلاتة. وهعمل خلصتي خلصتي؟ هعمل نفس طبعا ده طبق فاضي. اه هعمله فيه الكب كيك. هعمل كده. لا الكب كيك اهو يا رودي. ايوه شاطرة. ايوه دي انت عجنتيها خلاص. ايوه تحطي كده. لا فين الكبشة دي؟ المعلقة بتاعتهم بياكلوا بيها. لكن التانية اعملي التانية. خدي الكبشة. هاتي الكبشة. كده ما حطيتش حاجة هدوم بعدين. خلصي. ايوه عيلتي بقى. اهي الكبشة. يلا خلصي يا رودي. حاضر. بتطلع تقلع. انت حتى كل شوية حد يجي يقول لي خلصوا خلصوا. صح؟ خلصي يا رودي. قولي خلصي يا جماعه. تقولي خلصي يا رودي عشان خلصت كده يا جماعه اهو. اغسليهم بقى. حطي بقى الكب كيك بقى يلا في الايه؟ في الفرن. الميكرويف اهو. اهو يا ماما اهو يا حبيبتي. انا مش شايفه مدور عليه. البنت زي الولد. يلا خلصي. بتغني انت كمان مش عاجبك. خلصي بقى قولي. استنى اقفل كده بقى. البنت زي الولد. افتح بقى كده. افتح كده 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 اتعمل. اجيبه بقى كده وانا احطه في بعض الاطباق. ايه اللي تعمل؟ هو لحق اتعمل؟ معرفش. سيبيه بقى خلاص عشان مش راضي يخش في الميكروويف. يلا يلا يا بنتي يلا. احنا كده هنخش ننام. فين الكب؟ هاتي 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 مع 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 هاتي اطباق. خدي في كده طبق كده خلاص. طبق واحد بس. هاتي الطبق ده. انا جهزت اكل كده. السفره جاهزه. الكب كيك يا رودي. حاضر انا خلصته اهو. طب يلا حطيه على السفره. جنازة واحدة دي. يلا يا جنى جهزي لهم المعالق. ما فيش هنا. في بقى لسه هتعمل لهم بقى كوبايات. اه كوبايات لسه عشان نعمل عصاية. لسه هتعمل لهم كوبايات فاحنا هنحطهم في حاجة كده خلاص يقطعوها وياكلوها. وهي اللي هتغسل الأكل. جنى هتغسل المواعين. لا خلاص عليا يعني. عشان بحب اغسل كمان. لا شيل بقى الخلاط. يلا كده شيل بقى كده الخلاط عشان يحتفلوا. يلا يا جنى قعديهم. يلا يا رودي نجيب بقى الكراسي. خدي كرسيك. يلا قعديهم. قعده. هاتي دي بحب البنك. نعمل لهم عيد ميلاد. عيد ميلاد الزقوره الزغنن. زقوره يا جماعه. اسمها ايه بقى؟ كان اسمها ايه الصغيره دي يا جماعه؟ التانيه كانت اسمها خديجه. دي اسمها تمام. دي خديجه. دي يا جماعه. يا جماعه دي خديجه. التانيه كانت خديجه. دي تمام. ودي ولا ودي جويريه. تمام. أيوة. انا سميتها كده. ايوه جويريه. حلو يا جماعه. يلا يا جماعه قعديهم بقى. حاضر. اللي انا ما اعرفش. يلا قعدهم. تيك تيك. اخيرا انا عملت اكل. عادي دي هنا بالراحه. عادي بالراحه. لا بتقعد. عادي بالراحه. الكرسي بتاعها دي. عادي يا روجي. يلا مش عارفه. اتنين على رجليها من عند الركبه اتنين على رجليها. انا استرميتك. لا انا عامله لهم الترابيزه عشان رجليهم. يلا يا جنى خليها ترفع ايديها على الترابيزه. قعديها انت يا اوجه. انا مش عارفه اقعدها. قعديها انت يا جنى. انا احط بقى كده المواعين. لازم تحتفل. ما تغسلش المواعين هتيجي تزعق. انت عارفه لازم تتحسق يعني. شغل لهم بقى التلفزيون. ايوه حطيهم قدامهم كده. ايوه وقعتي الطبق عشان يتفرجوا. يلا عشان نحتفل بعيد ميلاد بقى. حاضر. استنى عشان دي اكلة يا جماعة الباسكت. يلا شعرها جنى. هتقع. لا هتقع. اديلا. لا هتقع والله. هتقع يا جدع. ما تديش كرسي. اديلا الكرسي. اديلا الكرسي. ما تديش الكاسة. بس كده خلاص. لا عادي. طب وفين النونة الصغيرة اللي عيد ميلادها جه؟ لبسيها يا جنى الفستان حلو. فين
فين الفستان؟ فين الفستان هنا؟ اهي اللي فيها الطرحة. تعملها ايه؟ بقول لها انت اللي هتكنسي الدنيا. عشان الدنيا دلوقتي المواعيد يا جماعة بصوا انا هعمل حاجة بقى في الحق في الشامبو الحاجة دي عشان العيلات. اما دلوقتي هياكلوا هتعملي ايه؟ استني واحدة انا استني واحدة بس انا هخرب الدنيا. استني يلا قعدوهم يا جماعة اللي هي البتاعة دي الحتة دي مش عاوزة تطلع بقى بتاع ايه اللي انتي بتعمليه؟ بصوا يا جماعة لو في ايس كريم كمان. يا بنتي احنا دلعين. ازيك عاملة ايه؟ اتقي بس عشان في حاجات. ايه ده يا جنى؟ عملت ايه؟ بتكنسها يلا. اوه وقعت. انتي صاحبة العيد ميلاد. لا انا. يلا نحتفل بالعيد ميلاد. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jumeiria. Mezuluju. Happy birthday to you. Yalla hadam balam balam haya bil fatar. هاي كنا كنا الليلة. بيا حيا في الفصل. يلا طفي الشمع يا بقى طفي الشمع يا جماعة. لا نجيب شمع يا لهوي انتي طيرتي كلها. يلا نقطع بقى ونحط لهم كل واحد حته. استني بس دي هدية دي هدية. انا هدية. دي الهدية بتاعتي. هدية تديها بوسة. انتي هتديها هدية يا جنى؟ انا هديها هدية. اتفضلي ده سكوتر. احنا نسينا نفرجهم على المرجحة. ايوه يا جماعة هروح اجيب المرجحة يا جماعة. روحي جيبي المرجحة يلا يا رودي. هروح اجيب لكم المرجحة عشان تتنجح عليه. دي هديتي. ايه رأيك يا بابا؟ غمضوا عينيكوا يا اصحاب. يا جنى على السفرة يا جنى. وقعنا الحاجة بقى نوقع الحاجة. يلا يا رودي. بصي. يلا يا رودي. وقعت الحاجة رودي بقول وقعت الحاجة وانا اللي وقعتها يا جماعة. يلا وريهم بقى المرجيحة. عايزين نوسع كده. غمضوا عينيكوا يا جماعة عشان دي كبيرة. يلا نوريهم المرجيحة. وسع كده. هي المعلقة. الله جميلة قوي. الله يا ماما انا مش هاكل التورتة دلوقتي يا ماما. انا هبتدي بالمرجح. ايه زي يلا يا جنى مرجحيهم. لا انا همرجح. طب يلا قعديها بالراحة. معلش يا جماعة التليفون فصل مننا. أيوة يلا بقى نوريهم المرجحة. يا جماعة عروسة تانية عشان اسمها خديجة. بصي يا جماعة لما يصير العرس هوريكوا حاجة. مرجحهم يلا بقى كده. مرجحيهم يلا يا رودي. استني اعدليهم كده. انا برضو اللي عامله لجنى المرجحه دي من عصيان الايس كريم بس لونت ودي شفطات شفطتين بس يا وربطت فيهم الخيط دون. شفتوا بيتمرجحوا ازاي؟ يلا بقى نقومهم عشان ايه؟ عشان نعرفهم. عشان نعرفهم هي معموله من ايه. هاتي يلا يا جنى دي. دي ورقه عاديه كرتونه عاديه وحاطه فيهم دول. دي عصيان الايس كريم اهو. بصوا دي عصيان الايس كريم اهي ومثبتهم من تحت عشان البتاع لما يجي يقعدوا ما يتنيش. الشمع اهو كده كده اهو. بصوا جميله قوي شكلها حلو قوي. احنا كده خلصنا الالعاب بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعمل لايك والاشتراك. باي.